اعزائي المشاهدين واعزائي المتسابقين، اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو رقم كم ده؟ الفيديو رقم 11 في التحدي بتاع ال 30 يوم. ماشي. المهم هنتكلم النهارده عن الافانتي. لا مش دي الافانتي، لا برضو مش دي الافانتي، لا برضو مش دي. دي افانتي الاولانيه ار اس، ودي افانتي اللي هي الايرو افانتي، ودي المارك 2. بس احنا مش هنتكلم عن دول، احنا هنتكلم عن الستارتر باك ايرو افانتي اللي فيها كل حاجه في كل حته، ومش هريكومند معاها اي حاجه لان هي معاها كل حاجه. تعالوا بقى نفتح الافانتي الايرو الزرقاء. تادا. اوكي تعالوا بقى ايه نفصصها كده حته حته. الموضوع ده محتاج ترقعة صوابع ونهدل بقى القرد عشان القرد يبص لي كده كويس وانا ايه انا عجم. المهم يعني البادي بتاع الافانتي مبدئيا كده لونه ازرق، بدا ده في ايروداينامكس من اول ذره لحد اخر ذره، في داون فورس، في اماكن مرور الهواء، وفي ليفت، وفي سبويلر معمول بشكل يعني هندسي فيزيائي بطريقه. العربيه دي معمول منها نسخه فورمولا 1 بتسابق بيها، يعني سبحان الله. العربيه دي يعني البادي ده في رقم واحد ايروداينامكس، بس ده عظيم جدا. اوكي تعالوا بقى نشوف ادي الشاسيه. شاسيه اي ار اسود، يعني اكتر من يعني اغلب الشاسيات الاي ار بتيجي لونها فاتح سنه رمادي سنه، ده لونه مختلف اسود عشان ده فيه سنه كربون زياده، فالشاسيه ده انشف شويه. الموتور بتاعها خلفي، طبعا الشاسيه ده كله ايروداينامكس. اوكي تعالوا بقى ايه نشوف القطع اللي بتتركب في الشاسيه. لونها ازرق ده كالعاده يعني بتاع الافانتي، لان الافانتي اغلب الوانها بيبقى ازرق. الكاوتشات بتاعتها دي هارد، اوكي مش ميديوم، هي هارد، والمقاس بتاعها ميديوم. الجنود بتاعتها ميديوم نارو، اتنين ليهم رقبه طوال بيتركبوا ورا، والاتنين ليهم رقبه قصيره بيتركبوا قدام. وبعد كده جاي معاها بريك سيت. البريك سيت دي بتتركب في العربيه من ورا عشان زي دي كده، عشان العربيه لو ما تيجي تطلع اي كوبري او اي مطلع البريك دوت بيحك في الارض فيبطئ العربيه شويه، فالعربيه ما تطلعش بره، تطلعش بره التراك من السرعه العاليه اللي هي هتبقى فيها. اوكي وجاي معاها طبعا اف ار بيز، وجاي معاها اف ار بي في الجنبين عشان يتحط عليهم الاوزان زي ما موجود في الصوره كده. اوكي وجاي معاها مفك، يعني الستارتر باكس بيجي معاها مفك، وبيجي معاها كمان مفتاح صواميل اللي هو مقاس ال 4 مللي، ومعاها سبونج لايرز، في منها اسود وفي منها رمادي. الرمادي والاسود الخامتين بيختلفوا عن بعض، الرمادي الاحتكاك بتاعها اعلى شويه، السودا انعم شويه في الاحتكاك، فعلى حسب انت محتاج احتكاك اعلى ولا اقل بتحط الرمادي او الاسود. فيها اثنين اسود واثنين رمادي، ومعاها اثنين اف ار بيز، واحده قدام وواحده ورا. طبعا متوفر عليك جدا، بدل ما تقعد تجيب كل القطع لوحديها تدفع لك مبلغ، فالافانتي بتوفر عليك كتير، بتوفر عليك كتير فعلا. جاي معاهم موتور ريف تيوند 2، تمام. الموتور ده سريع، اسرع شويه من الموتور الستوك بكتير، لكن هو مش اسرع من الهايبر داش. اوكي جاي معاها كمان ده ترس السرعه. ده ايه ترس ايه بقى؟ الله 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 ده الموضوع كبير بقى. جاي معاها ترس سرعه، تمام. والمفاجاه بقى الجميله الخارجيه، يا لهوي يخرب بيت كده، الستيكرز. تعالوا بقى بص الستيكرز، عظمه والله، والله عظمه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ المهم العربيه جاي معاها ثلاث كتالوجات. الكتالوج اللي هو المانيوال الاساسي بتاع تركيب العربيه، هتركب العربيه اي ار عادي جدا من اولها لاخرها، ومانيوال تاني للاف ار بيز اللي قدام واللي ورا، وفي مانيوال تالت. تعالوا كده ندور عليه، تعالى يا استاذ مانيوال اهو، بيشرح القطع اللي جايه معاها. تعالوا كده نبص عليها. جاي معاها ست رولرز، وجاي معاها اتنين اف ار بي، واحد ورا واحد قدام، وجاي معاها اف ار بي يمين وشمال عشان تركب عليهم الوزنين، وجاي معاها الوزنين، وجايب معاها تروس. التروس بتاعتها انضف من التروس اللي بتيجي مع، يعني هي الخامه بتاعتها اعلى من اللي بتيجي مع الاي ار العاديه، تمام. وجاي معاها ايه تاني؟ البريك سيستم. فده كل اللي مكتوب في الورقه دي. اوكي ادي الافانتي اي ار، الافانتي اي ار اللي بتوفر عليك كل حاجه، يعني بتوفر عليك حاجات كتير جدا، حتى لما تيجي تعلي فيها مش هتصرف كتير قوي، انت هتعلي في حاجه او حاجتين فمش هيفرق معاك، ومش هتكلف معاك جامد يعني، وكمان هتتعلم فيها كويس جدا لان هي سهله مش صعبه. ادي الافانتي ايرو ستارتر باك، قولوا لي رايكم فيها، ولو عايزين نتكلم عن عربيه تانية قولوا لي. يلا مع السلامه.